حفل غنائي ضخم كان يوم الاثنين في القرية العالمية في دبي. احتفلت الفنانة نانسي عجرم وكانت بصحبتها طفلتها الصغيرة. وأثناء انسجام نانسي عجرم في الحفل قام الأمن وطرد شاب لمحته الفنانة نانسي عجرم ودافعت عنه بقوة. الشاب ما عملش حاجة، هو بس عاوز يتصور معايا. وطلبت أحد الأفراد بعودة الشاب مرة أخرى لكي تستكمل حفلها الغنائي. تمكنت نانسي عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة 150. الأغنية حققت أكثر من 500,000 مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام باللهجة اللبنانية. تداولت أخبار وحسابات ومهتمة بأخبار المشاهير العرب على مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة نانسي عجرم تتقاضى 200,000 دولار مقابل إحياء هذا الحفل، وهو مبلغ أقل بكتير من الذي تقاضته في رأس السنة والأحيته في دبي حيث بلغ 600,000 دولار عن حفلها الساهر. الفنانة نانسي عجرم لن تتواجد بمفردها في هذا الحفل، بل اصطحبت طفلتها الصغرى معها في الحفل. أصبح اللقب المنتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي نانسي عجرم حبيبة الأطفال.